شاركت مجموعة من الشباب واليافعين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعداد سلسلة من الجلسات التحضيرية للطاولة المستديرة الافتراضية حول التعليم، اكتساب المهارات والانتقال للعمل اللائق. كان الهدف من مشاركة الشباب المساعدة بوضع تصور للاجتماع الإقليمي من خلال إعداد، تصميم، تنفيذ ومتابعة هذا الاجتماع. تنوعت أدوار الشباب ما بين منسقين قادة، ميسري جلسات، مقررين بالاجتماعات ومشاركين. من خلال تنوع الأدوار كان الهدف نقل وإسماع أصوات الشباب ومحاولة للدمج أصواتهم بشكل كامل بالنتائج الرئيسية للاجتماعات. كما أن توصيات الشباب ساعدت بوضع تصور الاجتماع الإقليمي وكانت إطار عمل حول كيفية شراكة القطاع الخاص، الحكومات والمجتمع المدني من أجل التعاون سوا لتحقيق التغيير بواقع انتقال الشباب من التعلم إلى العمل اللائق. تضمنت الطاولة المستديرة الأولى حوار ويا الشباب بخصوص تعلم الشباب ومهاراتهم، وركزنا على إعادة انخراط الشباب في التعليم. اجتمعنا حوالي 33 شاب وشابة من بلدان مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا لقيادة جلسة حوارية اللي حضرها 150 شخص، منهم ممثلو الوزارات والقطاع الخاص والمهنيون. سبق الطاولة المستديرة عدة جلسات استشارية تحضيرية لنحدد شو هي التحديات والصعوبات ونناقش الحلول حول التعليم، مناهج التعليمية، الصراع والأمن والانتقال لسوق العمل. انتقلنا للطاولة المستديرة الثانية اللي تم التركيز من خلالها على سياسات العمل النشطة ودورها بالانتقال إلى سوق العمل. تكزت هذه الطاولة المستديرة على مواضيع متعددة، من ضمنها الدورات التدريبية اللي بحاجة لها الشباب والإدماج المالي ومح الأمية وغيرها من المواضيع ذات الصلة. شارك بهذه الطاولة المستديرة 60 مشارك بقيادة 3 قادة شباب من المنطقة بعد الخضوع لثلاث دورات تدريبية تحضيرية. انعقدت الطاولة المستديرة يوم 16 مارس 2022، وكان الموضوع ديالها هو تحديات الفرص أثناء انتقال الشباب من التعليم إلى العمل اللائق. قادت الطاولة المستديرة 7 ديال القادة من مختلف الدول العربية، وشارك فيها حوالي 200 مشترك من مختلف الجهات، قطاع خاص، قطاع عام، مجتمع مدني، جهات مانحة وكذلك أوساط أكاديمية. ناقشت الطاولة المستديرة التحديات اللي كتواجه الشباب أثناء انتقالهم من الفترة ديال التعليم إلى العمل اللائق، كذلك الأدوار ديال السياسات العمومية، وكذلك تم تحديد الأدوار، مختلف الأدوار ديال القطاع الخاص، القطاع العام، الجهات المانحة وكذلك النقابات العمالية في إصلاح الأنظمة ديال التعليم من أجل الولوج إلى العمل اللائق، من أجل انتقال جيد للشباب وبناء شباب قادر على صناعة مستقبل جيد. شارك الشباب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس استشاري للشباب بعد قيادتنا اجتماعات كتير من الطاولات المستديرة واللي شاركنا فيها التحديات الرئيسية ووضع التوصيات. اتكونت المجموعة الاستشارية الإقليمية من 18 شاب وشاب عشان نبدأ في التحضير للاجتماع الإقليمي. اللي بيميز المجموعة دي هو التنوع في الخبرات والجنسيات والقيادات الشبابية المشتركة بين الإناث والذكور. بلشت المجموعة الاستشارية اجتماعاتها التحضيرية بورشة عمل ب 24 آذار 2022 وتوزعت الأدوار ما بين منسقين الشباب، ميسري الجلسات والمقررين بالاجتماعات، بالإضافة للمشاركين عن أصوات الشباب وفئة مسؤولة عن التواصل. تقود مجموعتنا الاستشارية اليوم الاجتماع الإقليمي بكل دافعية كاملة وحب للتأثير. احنا اليوم حريصين ان احنا نمثل اصوات شباب دول شمال افريقيا والشرق الاوسط احسن تمثيل، وخاصه ندعم القضايا الاساسيه اللي بيواجهوا شبابنا اليوم في التعليم وفي مستوى انتقالهم الى سوق العمل ونقل المخرجات الخاصه بالطاولات المستديره اللي صارت من قبل. هذه الجلسه اليوم فرصتنا باش نشاركوا لكم رحلتنا، وخاصه نوصلوا لكم ونلخصوا لكم توصياتنا الاساسيه للتوجيه وتاطير المناقشات المواضيعية على مدار اليومين المقبلين. متأملين أن يخرج من هذا الاجتماع توصيات أساسية لجميع الفئات المشاركة، واللي راح تغذي لاحقاً القمة العالمية لتحويل التعليم واللي راح تنعقد بنيويورك سبتمبر 2022.